ونشوف مع بعض طريقة تنظيف البوتاجاز. هي شالت الحديد الأول، بنحطه في الحوض علشان يتغسل ونعمله بالصابون والليفة عشان يشيل الدهون اللي عليه. بعدين جابت ده سبراي بيترش علشان يزيل الدهون ويسيحها خالص علشان بتبقى لازقة في البوتاجاز. في بيبقى سبراي، بيبقى بخاخة، بيبقى أي حاجة، يعني كل واحد وليه استعمال منتج معين متعود عليه. طبعا هي بتنظف الاول الحيطه لغايه ما اللي هي رشته يبدا يعمل المفعول ويبدا يسيح الدهون. هتجيب الليفه وتبدا ان هي تحاول تشيل الدهون اللي ما اتشالتش مع السبراي. هتبدا تمسك منطقه منطقه في البوتاجاز وتبدا تدعك جامد علشان الدهون تطلع، لان اغلب الدهون بتبقى لازقه. كده خلصت وطلعت كل الدهون، هتبدأ بقى تجيب الفوطة وتنشف البوتاجاز، وهتلاقوه في آخر الفيديو بيلمع.